أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الدرس الجديد حول النفي في اللغة الألمانية أدوات نفي أخرى niemand, nie, nichts. شاهدنا في الدرس السابق أن النفي في اللغة الألمانية يكون باستعمال nicht و kein. قلنا بأن nicht تستعمل مع الصفات مع أسماء العلم أسماء الأشخاص وكذلك مع الكلمات التي تأتي بأدوات تعريف بالألف واللام der, die, das, die. أما kein فتأتي مع الكلمات التي هي نكرة غير معرفة بالألف واللام كما تأتي مع الكلمات التي ليست لها أي أداة تعريف. هناك أيضا أدوات نفي أخرى في اللغة الألمانية مثل nichts, niemals, nie. هذه الأدوات سوف نتعرف عليها في هذا الدرس. أدوات نفي أخرى في اللغة الألمانية تكون niemand لا أحد nichts لا شيء nirgendwo أو nirgends ولا في أي مكان العبارتين لهما نفس المعنى و ني niemals ولا مرة أو أبدا لنشاهد الآن أمثلة لكي نتعرف أكثر على هذه الأدوات niemand لا أحد على سبيل المثال يمكن أن نقول niemand ist in der Wohnung لا أحد في البيت nichts لا شيء ich habe heute nichts gegessen لم أكل شيئا اليوم nirgendwo nirgends meine Schlüssel sind verloren gegangen ich habe sie nirgendwo gefunden لقد ضاعت مفاتيحي ولم أجدهم في أي مكان ني niemals ولا مرة أبدا Ich habe nie in meinem Leben Alkohol getrunken لم أشرب الخمر ولا مرة في حياتي إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الشرح أتمنى أن تشاركوا الموضوع أو الفيديو مع أصدقائكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد اتركوا لي بعض التعليقات وإلى اللقاء في شروحات أخرى إن شاء الله